اليوم رح نشتغل غير طريقة. اوكي صرنا عاملين كذا اكزرسيس اوقات بنشتغل على الكاركتير، اوقات بنشتغل على الاسباس على المكان، اوقات بنشتغل على الصوره شو عم بتشوفوا. دائما كان في يعني شيء ثابت واشياء ثانيه نحن نص عامه النص عم بيكون ارتجال او حتى ما في نص. يعني اخر اكزرسيس كان في منكم ما كانوا موجودين كان يلي بيفوت ممنوع يحكي، ممنوع يغني، ممنوع يطلع الصوت، يلي قاعد هو يلي بده يكون الصوت، الصوت هو الفكر والصوت. يوم رح اعطيكم نص هلا بنقرا سوا وبدنا بعدين يعني يلي ثابت اليوم هو النص. اوكي متحرك نحن، يلي بده يتغير هو هلا بنحكي بالموضوع. نحن كيف بدنا نشوف النص، نحن كيف بدنا نقرا، نحن شو بدنا نعطي معاني، نحن شو بدنا نعطي احاسيس. ولكن هلا هيدا النص فيه يصل هو لشخصين، يعني انتم سته كل اثنين رح يشتغلوا مع بعض. شو هيدي؟ منا مسكرة بوجهنا على الآخر. منا مسكرة بوجهنا على الآخر. قدام موجهه؟ قد ما وجهك بوم. قد ما وجهك، قد ما وجهك بوم. وعطول متشائم. ساعدني قوم قوم تحرك. مش قادر كتير متوتر، حاسس آخرتنا قربت، شايف النفق الأسود وأشياء غريبة وأشخاص غريبة عم تخنقني. وأنا مثل ما شو؟ وأنا مثل ما أني شايفك. أنا مثل ما أني شايفك وشايفني إنه بدك كف. إنه بدك كفين لطوعة. أنا بدك كفان؟ مقطوشة. بدك كفان. سوري. وأنا مثل ما أنا شايفة. أنا شايفه وشايفني بدك كفان. شايف إنه بدك كفان لتوع. وأنا مثل ما أنا شايفة وشايفني بدك هي مفروض. وأنا مثل ما أنا شايفة. شايف إنه بدك كفان لتوع. بدك كفان لتوع. عمل. إيه العمل؟ يعني مفروض نعمل إيه الوقت؟ مفروض ليه وإحنا خلاص علينا؟ وأنت شايف إيه حضرتك؟ لا مش معقول، مش مقبول بجد. الحق عليكي. أرجوك اعمل معروف وبطل صريخ ودراما. لا بس كان لازم تاخد احتياطاتك. لا والله أنا كان لازم. وأنت إيه؟ أنت أصلا بتشتغل إيه؟ مش أنت العقل المدبر؟ على أي أساس؟ بس أنت اللي وصلتينا لهنا. بقول لك إيه، ما تبتديش تكب اللوم عليا. بسم الله عليك. بدي أحس أول شيء إنكم مثل كأنكم vous avez ramé pendant des heures et des heures. عرفت خلص العمل. شو العمل؟ يلا انه هلا شو مفروض نعمل؟ مفروض ليش انه خلص علقنا؟ شو شايف حضرتك؟ لا مش معقول، مش معقول. الحق عليك. لك عمال معروف بلا صريخ ودراما. لكن بس بدي اقول لكم شيء تبين اكثر، بدنا نحط البارك امبيه يعني هيك امبو، لانه هيك بتصيروا بتكون تخبوا على بعض. انا برايي مثل ما انتم جوست امبيه باردون فوالا ارانج دو تون كوتي. يلا ايه مش قادر، مش قادر. خلاص قربتنا، قربتنا. رافائيل شايف اخرتنا عم بتقرب. رافائيل شايف هي جاي اخرتنا عم بتقرب. مش قادر، في شيء اشي غريبه، احس اشي غريبه، في اشي في عالم عم تخنقني من هون. وانا مثل ما اني شايفك بدك كفان لطوعه. قوم رافائيل. لا اعطيني محلك. قوم. ايه حاسس بالكلام. يلا العب لي اياها هيدي. شايف النفق الاسود اخر شيء. اوكي استني شوي. ما مسكره بوجهنا على الاخر. قد ما وجهك بوم وبتضلك متشق. ولك قوم، ولك قوم ساعدني. خلص مش قادر. شايف النفق الاسود ونشنا وناس غريبه عم تخنقني رافائيل. وانا ضلك نايم. وانا مثل ما اني شايفك وشايفني بدك كفين. ولك قوم. هيدي مش لازم. قوم تفضل. قوم يلا تحرك. والله انا كي لازم اخد احتياطي. وانت شو على اساس العقل المدبر؟ لا مش من هون يا اخي، ما بمشي مع مطرح ما انا. لازم تاخذ احتياطاتك. انت لازم تقول لي عمال معروف فيك وقصه هيك.
عليك. رجعوا من الاول لما بتضيعوا هيك رجعوا من الاول اشتغلوا نص يلا من الاول العمل شو العمل انه هلا شو مفروض نعمل اخرتك تاخذي قلمين عشان شو ليش انه خلص علقنا شو شايف حضرتك مش مقبول مش مقبول هيل 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 حالك فعلا لو غرقان معايا اتوتر فعلا والله فعلا لو غرقان معاك فعلا يوترك مين ما تغرقوا انت يعني لو فعلا انت في مكان زي ده حقيقي يوترك يا بعرف ما في ما هي هيدا الكسر ما هو هيدا الفكره كلها من هيدا قرايه انه شخصيتين متناقضين هو كثير مبنك وانت انه صرخ شو بيفيد يعني شو رح يبقى انه مهم يعني اهم شيء ده يلا طب 4 3 2 1 توب العمل هلا شو العمل انه شو الحل هلا شو المفروض نعمل المفروض ليش انه خلص علقنا شو شايف حضرتك لا مش مقبول مش مقبول مش معقول هيك هيك كلها عليك 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 ما معروف ما معروف فيك توقف صريخ ودراما مين بدي اسمعك بهالبحر هلا كان لازم والله انا كان لازم اخذ احتياطاتي وانت شو على اساس العقل المدبر ومدري شو بس انت اللي وصلتنا هون ليك ما تبلش تكب الحق علي واللوم علي يلي صار صار شو الحل هلا شو مفروض نعمل مفروض انه نلاقي حل حل تحلك ان شاء الله الله يستر ما شو بده يصير فينا اليوم منا مسكرة بوجهنا قدام وجهك البومة مسكرة على وجهك على طول متشائم لك ساعدني لك ساعدني قوم 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 اتحرك ساعدني حشك نايم رفايل النفق الاسود شايفه انا من هلا انا مش رفايل خلاص اشي غريبة شايفها وفي ناس عم تخلقني انا مثل ما شايفك وشايفني بدك كفل لطوعك هلا لا بس بعد بدنا نجرب نشتغله عن جد للاخر بلا نص ونرتبه يعني يا عم ليش مش مزبوط ولك ليش اذا في عندك ناس عم تعطيك يا ماما مروان مروان سان كاترو مروان ما هو لانه بيقف اكزرسيسات ما هو مش عامل اكزرسيس الماضي مش عم يفهم شو المود انه نحن نعطيه عجد حلوه عيشه يعني احنا بنتذوق لك انت بس هلا اعتبر حالك بالسياره وهي عالية الصوت هون بتبلش تغني طلعت الموسيقى انا بدي احسك بنزين خلاص ما تعطلها اوكي يلا 5 4 3 2 1 توب خير يلا شو رايك سيارة لا اكيد لا شو العمل لا العمل حلو العمل شو العمل انه هلا شو مفروض نعمل مفروض مش انه خلص علقنا وشو شايفه حضرتك لا مش معقول مش مقبول الحق عليك ليك عملي معروف فيك توقفي صريخ ودراما هلا كان لازم تاخذ احتياطاتك يا مروان والله انا كان لازم وانت شو شغلتك مش انت العقل المدبر خد سيارك اهلك وتعال شوفني بنص الليل بس انت اللي وصلت لهون طلع وين وصلنا ليكي ما تبلش تكب اللوم علي يلي صار صار وهلا لازم نلاقي الحل شو الحل حل تحلك الله يستر شو بده يصير فينا قد ما بوجهك بومه بتنقي قومي ساعديني قومي مش قادره كثير متوتره حاسه انه اخرتنا قربت بتعرفي شو حاسس حاسس بدك كفايه لطلع من الصدمه ايه ليكو بدي لكم شغله لذيذ لا الفكره لذيذه انه انسان سارقين السياره بالليل بس بدي يعني عم بتسمعوا النص تسميع يعني الفرق انه كانكم حفظتوا النص وجيتوا انا ما بدي
بعد في تفاصيل بالنص اكيد ما انقالت. بدك تشوفيهم؟ بدي اشوفهم. يعني انا بلا ورق. بوم سين كاتر تروا، ومن وقت للتاني جرب 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 ارجع دورها، جا جرب دور السياره. يعني انت عم تحكي معه يعني لما بتقلها قومي تحركي ساعديني، هي انت جاي دور الموسيقى يعني ممكن ترجع تدور الموسيقى. طلع من المرايه، افتح المرايه، طلع زبط حالي. ساج شو دخلك يا خيال؟ شو دخلك اذا طلع على المرايه او لا؟ انا حاسه في اجواء. هي معي السياره هلا، ما في كوب عم بيتخارع. اللي هي مقهوره كيف مره من زمان اخذت السياره ورحت شفت غيرها. هلا ما نضلنا عليها؟ ما بعرف هي ما بعرف شو عم تطلع. سيلانس 5 4 3 2 1 توب. اجي لك اقول لك ان كل لا ما تعرف اهلي. مروان انت بتعرف اهلي؟ فيك تروقي؟ فيك تروقي؟ نق وقف نق ما بدها. سكر الشباك عندك شوي. مروان ايه مصيبتك يا مروان. من عم تعمل هيك مروان؟ مصيبتك يا مروان. طفى مروان طفى. العمل. عن أي عمل؟ العمل. شو العمل؟ شو مفروض هلأ نعمل؟ مفروض؟ ليش خلص علقنا هون؟ ها؟ علقنا؟ إنه شو شايفة؟ شو شايفة؟ شو شايفة حضرتك؟ شو شايفة عن نص الوادة؟ شو شايفة حضرتك؟ لا مش معقول، مش مقبول. الحق عليك أنت، أنت ما بتعرف تسوق. ليك فيك توقفي صريخ ودراما إذا بتريدي؟ لا 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 لا، كان لازم تاخذ احتياطاتك اول شيء. اه والله انا؟ وانت؟ وانت شو شغلتك؟ كان كان مبلش كثير حلو، كان مبلش كثير حلو. من جد لازم تخبريني. ياي. 4 3 بعد سنيك 4 3 2 1 توب. طب بيت قفل. طب هات هذا الفوطه. العمل. 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 هيكون ايه العمل؟ العمل ايه في اللي احنا فيه ده؟ هعمل ايه؟ هتقفل مني غصب عني، هعمل ايه؟ بكل بساطة اتقفل مني غصب عنك؟ اه. احنا كده افرضي اتمسكنا دلوقتي، افرضي اتمسكنا هنعمل ايه؟ وانت شايف حضرتك هعمل ايه يعني؟ خلاص اتقفل. مش انت اللي عاملة فيها العقل المدبر وتعالى ونظبط وعاملة لنا ومظبطة لنا امورنا؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ يا لهوي يا لهوي. لا مش معقول، مش معقول اللي بحصل ده. بقولك ايه، بقولك ايه، بقولك ايه، بلحق عليك. انت لو انت لو عملت سريك بطلي سريك، بطلي سريك، ما تعملهاش بقى دراما وتعملها سريك. انا اتمسك انا وانت. انت كان لازم تاخد احتياطاتك. احتياطاتي؟ اه. انت اللي قايل لي، انت اللي قايل لي ان احنا نيجي هنا، انت اللي وصلتني لهنا. معلش نسيت مفتاح الشقه وانا جاي، معلش نسيت نسيت. انت وشك اللي زي البومه ده، وشك اللي زي البومه ده، لو انت على طول متشائمه في كل حاجه نيجي نعملها، اخر سرقه عملناها نفس القصه برضه حصلت. الله يخرب بيتك وبيت سنين. انا مش قادره. حلتها. انا خايفه قوي. طب ايه الحل دلوقتي؟ ايه الحل؟ ايه اللي ممكن
قومي ساعديني، فكر في اي حاجه، ما تفضليش قاعده كده. قومي قومي قومي. هنموت عايزة ألمين على وشك. اوكي لكم شغله، هلا شفتوا بمطارح ضيعوا النص، يعني ضيعوا الجمال، ولكن ما ظهروا ولا تكه من الموضوع.